موضوع اللي راح نتعرف اليوم زي ما هو واضح تعلق بالتصوير الفوتوغرافي وتمثيل المرأة وخاصة في التصوير الفوتوغرافي المبكر لفلسطين. يعني ما في اختصار بدون ما ندخل بتاريخ طويل، التصوير الفوتوغرافي من نتاج القرن 19 وهو من نتاج يعني كل شيء له تاريخ عالمي وناس ساهموا فيه هون وهون، لكن بالنهاية هو إنتاج أوروبي في عصر الثورة الصناعية والثورة العلمية. وبالتالي يعني أوائل الممارسات الفوتوغرافية بالعالم كانت على أيدي مصورين غربيين وأوروبيين تحديدا، والمصورين الغربيين انتقلوا الأوروبيين انتقلوا إلى مناطق مختلفة بالعالم بهدف توثيق العالم، ومنهم اللي كان عنده أسبابه الدينية ومنهم اللي كان عنده أسبابه الفنية. كان إشي كثير معروف إنه فنانين بلشوا يصوروا وكانوا يروحوا يصوروا في مناطق مختلفة بالعالم حتى يستخدموها في لوحاتهم. ويمكن نعرف إحنا فنانين مشهورين أوروبيين مثل هلا راح أسمع بالي اللي رسم نابوليون في مصر، وإدوارد سعيد استخدم لوحة إله على غلاف الأورينتاليزم اللي كان مصور أيضاً، هو يعني كان مصور لأنه فنان وراح على مصر وصور. طبعاً هو بعد نابوليون، لكن قدر يحط نابوليون بالضبط على فوق صورة هو صور عبر اللوحة. أنا بحكي هذا الكلام حتى يعني نكون بصورة إنه بداية العلاقة مع الصورة الفوتوغرافية وإنتاجها كانت مرتبطة كثير بالوعي الغربي الأوروبي وبالمخيل الأوروبي، وهذا الكلام بالطبع انطبق على فلسطين اللي هي من أوائل المناطق في العالم اللي صوروها المصورين الغربيين، عفوا أوائل المناطق في العالم الشرق أوسطي اللي صوروها المصورين الأوروبيين. كانت بالعادة مصر وفلسطين هنا أماكن اهتمام، وأماكن الاهتمام هاي ارتبطت إلى درجة كبيرة بالمخيلة الإنجيلية والتوراتية إلى حد كبير، وإن كان في هناك أيضا استخدامات أخرى ومصورين أجوا لأسباب مختلفة منها علمية ومنها توثيقية ومنها ما له علاقة بالسلطان اللي كان يكتب يكون عنده استوديو في قصر السلطان عبد العزيز في الخمسينات القرن 19. جاب مصور فرنسي وفتح استوديو في داخل القصر وتعلم التصوير، وكان مرتبط ايضا على شاه ايران القجري في ذلك الوقت. فبالنسبه لفلسطين بمعنى اخر اللي بنشوفه هو يعني توثيق مرتبط بالمخيله الاوروبيه، والمخيله الاوروبيه صنعها ادوارد سعيد والاخرين قبله يمكن انور عبد الملك او اخرين، انه هاي هي مخيله استشراقيه ووصلت إنها استشراقية، أنها ترى الغرب ترى الشرق من رؤية علاقة الغرب فيه ومخيلة الغرب اللي هو هذا. طبعا في حالة فلسطين كثير ارتبط بالمسألة الإنجيلية والتوراتية، وأيضا في حالة أماكن أخرى ارتبط بأمور أخرى، لكن بشكل عام ممكن نقول الأدب الإيروتيكي مثل ألف ليلة وليلة لعب الدور وأمور زي. لكن فلسطين أنا بتهيألي إنه لها وضع خاص بهذا السياق نتيجة علاقتها بالكتاب المقدس المسيحي واليهودي بهذه الحالة. وبالتالي إذا بدنا ننظر لتمثيل، أول شيء قبل ما يكون في تمثيل للمرأة، أوائل الصور الفوتوغرافية لم تهتم بالناس بشكل عام، ولما اهتمت بالناس اهتمت مش بالمرأة إنما برموز معينة دينية أو إدارية أو سياسية. كانت بالعادة هي رموز لها علاقة أو يعني أنماط من الناس اللي ممكن ربطهم بالمخيلة الإنجيلية، مثل يعني مثلا صيادين في بحر الجليل زي ما بسميه الكتاب المقدس اللي هي المحاولة الطهرية، أو مثل رعاة في منطقة بيت لحم وما إلى ذلك. فبالتالي هناك نوع من الخصوصية اللي ارتبطت بفلسطين واللي ما كان للمرأة فيها دور كبير. وبالتالي بنلاقي أوائل الصور اللي بدأت تدرس فيها المرأة في
التصوير الفوتوغرافي المبكر بالعادة ترتبط بالمخيلة الإنجابية وبنوعية الناس. على سبيل المثال بنلاقي أنه السيدة من بيت لحم كان مفهوم يتكرر عند المصورين الأوروبيين، وقد تكون أوائل الصور، اللي أخذت للنساء من فلسطين ارتبطت بهاي الأماكن المقدسة. سيدة من بيت لحم زي ما بنشوف هنا قرن 20، بداية القرن 20، وهنا حوالي 1880 تقريبا. وبالتالي الارتباط هذا طبعا بذكرنا بأنه السيدة العذراء ولدت المسيح جاءت إلى بيت لحم حسب القصة الإنجيلية. طبعا مش بس سيدة من بيت لحم، سيدة من الناصرة، كون العذراء هي من الناصرة، كان أيضا في هناك اهتمام. فما عندنا صور سيدات من رام الله على سبيل المثال أو سيدات من يافا بهذا الإطار. هلا استخدمت طبعا السيدات وآخرين في تمثيل مناظر إنجيلية أو توراتية. في هذه الحالة المنظر التوراتي اللي هو سمعنا من قبل الكنزات من هذا الموضوع، هذه الكابشن تبعها بيقول هنا فيلد اوف بوعز. بوعز هو شخصية طوراتية وكان متجوز من واحدة اسمها روث، وبالتالي هذول روث اند بوعز. وحتى الكابشن بيقول لنا انه بيبليكال سين، يعني واضح جدا. طبعا شو بدنا؟ طبعا بهذا المعنى هذول الناس الموجودين ما بنعرف مين هم، هل هم يعني اوثنتيك وكانوا موجودين هناك واجا طلعوا منهم المصور وقفوا، او هم موظفين او عمال جابوهم اشتغلوا معاه، او لكن مين هي هاي السيده من هذا الرجل ومين الناس الاخرين؟ يعني ما عندنا اي معلومات مطلقا على الموضوع. بعدين لما بدا التمثيل النساء بالصور كان مرتبط ايضا بفكره البيبلز تايبس، يعني انواع الناس، اللي هي مرتبطه بفكره كانت منتشره اواخر القرن التاسع عشر، اللي هذه الصور ما توضحهاش، لكن في صور ماخوذه خصيصا لهذا الموضوع اللي هي تتعلق بنوع من ما بعرفش اسميه علم ولا سودو ساينس، علم مشكوك في أمره، اللي هي النيوجينكس، انه بتصور الناس وبتشوف انواعهم، والفكره بالاخر العلميه انه كيف بدك تحسن النسل البشري وبتقسمهم الى يعني الناس البدائيين والناس الاكثر تطور والناس في قمه الهرم. طبعا بيكون الانسان الابيض الاوروبي، وهي مورست على بشكل واسع في افريقيا اسيا والامريكيتين بالطبع، بشكل اقل كثير باوروبا، لكن بالتاكيد مارسوها في الاجزاء الشرقيه من اوروبا والجنوبيه. لكن اوائل الصور اللي انا بفرجيها هون ما عنديش الجينكس، عندي هاي الصور، يعني نقدر نقول انه النساء برزوا في الصور باشكال انماط محدده. واحده من هاي الانماط، اوائل هاي الانماط، كان هناك اهتمام بالمرأة البدوية. تصوير المرأة البدوية كانت مسألة يعني أقدم عليها العديد من المصورين اللي أجوا على الشرق من 1850 تقريبا، ويمكن تستمر إلى اليوم، لكن بنلاقيها إذا بحثت حاولنا نشتري صور قديمة، رحنا على إي باي ولا رحنا على أسواق، راح نلاقي عدد كبير من صور نساء من بدويات من مناطق مختلفة من فلسطين ومن مناطق مختلفة، خلينا نسميه العالم العثماني بشكل عام. طبعا البدوية فيها نوع من يعني أعتقد أنه أحد الأسباب قد يكون أنه هناك نوع من الرومانسية المرتبطة يمكن إلى درجة ما بالأدب اللي بيشبه ألف ليلة وليلة، وبالرؤية الغربية الرومانسية تجاه العرب، إن العرب هم بنو وعندهم شجاعة وعندهم رموز يعني خصائص معينة، فقد تكون هذه جزء من العملية. وبنشوف تكرار صور البدويات
يعني عند العديد من المصورين. انا مش عم بقول لكم لمين كل صوره نشرها بخطوين، لكن ممكن نشاهد ونشوف حسن العالم على هيك مواضيع. الموضوع الثاني اللي صار فيه اهتمام كبير عليه وبنلاحظه تقريبا من الفتره اللي يعني تقريبا حوالي 1870 لاحقا، وهي الفتره اللي صار فيها مصورين مقيمين في الشرق. أولهم كانوا مصورين أوروبيين قرروا أن يجوا يعيشوا في الشرق ويفتحوا استوديوهات وينتجوا صور بهدف البيع، بصور للسوق السياحي وسوق الحجاج. وبالتالي بدأت تنتشر صورة الأم والابن mother and child، اللي هي بتعكس تقريبا الفكرة اللي بنشوفها باللوحات الدينية من أوروبا من الأيقونات والقصور الوسطى وحتى الآن، اللي هي السيدة العذراء والمسيح الطفل. وهذه بنلاقيها تتكرر بالعديد من الصور، وهذه مجرد أمثلة صغيرة عليها. في هذه الحالة أغلب هذه الصور بداية القرن العشرين اللي عم نشوفها هون، أغلبها لمصورين أمريكا وأوروبا. النمط الثالث بلش يصير فيه اهتمام أيضا لاحق هذا، بيكون الاهتمام ببدايات القرن العشرين بتصوير النساء في الأزياء المحلية. وواضح جدا أنه كان هذا التصوير هو استمرار لفكرة الأنماط، لأنه الأزياء المحلية والنساء اللي كانوا يتصوروا كانوا مقتصرين على بيت لحم والناصرة ومكان القدس وأماكن محددة ترتبط أيضا بالكتاب المقدس. الفرق ما بين هذول والصور اللي فجيتهم قبل، هذول كانوا ستوديو بورتريتس، يعني كانت صور بالستوديو، واحدة أجت ولبست وتصورت في وضع معين. هنا عندنا فرضية أنه هذول الناس في أمام بيوتهم. يعني بالغالب انه هذا الكلام صحيح، لكن ما فيش طريقه انه نتاكد اساسا. ما بنعرف مين هم هذول الناس. واستمر هذا النمط انه عندنا المصورين الاوروبيين والمحليين المبكرين اللي ايضا كانوا يبيعوا للسوق السياحي وسوق الحجاج. هلا لاحقا ما انه نحكي عن النساء فقط انه لازم نفاجئ هذه الصوره، بلش يعني ما بنقدرش نقول بشكل كبير، على الاقل في عندنا مصوره محليه قد تكون اول مصوره في فلسطين، حتى الان ما بنعرف عن حد غيرها، وقد تكون اول مصوره في العالم العثماني. هناك في بيروت كان في ميري الخازن مصوره، لكن ميري الخازن كانت هاويه التصوير. وكان بفلسطين ميسيس فين، نسيت اسمها الأول، كانت زوجة القنصل البريطاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت تصور لكن أيضا كانت هاوية وبتصور لأهدافها الخاصة. لكن كريمة عبود اللي بدأت في العشرينات تصور اشتهرت بأنه هي مصورة ليست فقط مرأة، إنما هي مصورة نسوية. كانت تحط إعلانات أنه أنا باجي على البيوت بصوركم، أو تيجي عندي على الاستوديو اللي هو في بيت لحم حسب إعلانها دار دومت، اللي زي ما قلنا القسيس مثل الراهب إنه هي المقر الكنيسة. هلا بدنا نخبش لوثري كريم عبود. واضح إنه كانت حابة مهنتها لدرجة كبيرة، لدرجة إنه أخذت كاميرتها وراحت على استوديو آخر لرجل في القدس اللي هو سافينس، اللي هم فلسطينيين لكن كانوا روم أرثوذكس، وبالتالي كانت هناك يعني أغرقة ولا إيش بسميها؟ يعني عملوا الاسم بشكل يوناني، فدار سابا أصبحوا سافينس. أو إيش زي هيك. وكريمة عبود يعني أبدعت في صور البورتريت وصور في داخل المنازل أو في الاستوديو عندها، والجزء الأكبر من صورها هو صور نساء وإلها ستايل الخاص اللي ممكن نحكي عنه حاليا. هذه جزء من الصور اللي أخذتها كريمة عبود. بنلاحظ تأثر كريمة عبود كثير بالمشاهد اللي كانت سائدة في أوروبا،
بالقرن التاسع عشر للتصوير ولاحقا، وكانت سائدة لأوروبا قبل التصوير في المراحل اللي كان مراحل الرسم الزيتي والآخر، إنه المرأة تظهر بشكل مرتفع إلى درجة ما تظهر إن لم تكن مفاتنها إنما تظهر يعني نوع من الجمال والألفة، ومقبول إنه يكون هناك ابتسامة صغيرة عندها بعكس الرجل آنذاك. والرجل اللي كان يصور هو كان إما قائد العثماني أو متصرف مثلا أو جمال باشا القائد العسكري في الحرب العالمية الأولى لمنطقة بلاد الشام أو رئيس البلدية وإلى آخره. هذول الأشخاص كانوا دائما أو جادين بظهروا بجدية تامة طليق بمنصبه وبموقعه الاجتماعي، إنما المرأة كان مسموح لها على ما يبدو إنه تظهر بشكل أكثر لطافة وأكثر انسجام مع التقليد الفني. كريمة عبود يمكن ما كانت بالرغم من صورة النساء ما كانت أكثر شخص مبدع في هذا المجال. بنلاحظ أن المصورين الرجال المبكرين مثل هذه الصورة لعايدة كريكوريان اللي هي ابنة وحفيدة أول مصور في القدس بفتح ستوديو فوتوغرافي في القدس في حوالي 1885، وهذا المصور المحلي المقدسي الأرمني العثماني يعني كان بصور بوزات مختلفة بقلد فيها الأنماط الأوروبية، وعندنا مجموعة من الصور لعايدة أحيانا في زي بدوية أحيانا في زي فلاحي وأحيانا بأزياء أوروبية مختلفة. ومعلش اسمحوا لي زكيت حالي هون لأني تمكنت من إني ألتقي مع السيدة عايدة العام الماضي وكان كنت جدا سعيد وكنت جدا آسف إنه مرضيت برفض طلبي إني أصورها واقفة، كان أكيد يكون جميل جدا. النمط الآخر المسائل لما نشوف عائلة وهذه الحالة المتطرفة، لكن في صور العائلات وهذا مشارك تصوير العائلات أصبح يعني منتشر كثيراً بفلسطين وخاصة من الحرب العالمية الأولى وما بعد، كان موجود قبل لكن بشكل عام مش هاي الصورة، لكن الحرب العالمية الأولى اللي كان فيها تجنيد للرجال إنه يروحوا على الحرب عبر ما عرف بسفر بابليك أو تجنيد إلزامي أدت إنه العائلات صارت تتوجه تأخذ صورة بالستوديو مع بعض حتى يحملها المحارب معها على جبهة روسية ويظل يطلع عليها كل ليلة ويبكي أو يعني يتذكر أحبها، وبالتالي صار في نمط التصوير العائلي دخل بشكل كبير. لكن أحيانا بالتصوير العائلي بنشوف إنه في أنماط وهي ما قبل الحرب العالمية الأولى، لكن هاي الصورة ل معلش نشرب ماي حتى نتذكر اسمها. شارع معلش مش هذا الواي كان عضو في الهيئة العربية العليا المسيحي في الهيئة العربية العليا اللي يعنيه روك ألفريد روك وهو من الطاقم الفلسطينيين أمانة الانتقال. ألفريد روك هاي الصورة من بداية حوالي 1905 تقريبا بنلاقي فيها شيء لطيف جدا، مش لطيف ولكن يعني لطيف تطلع عليها إنه بنلاقي بالضبط المفاهيم الأوروبية بالفن حسب ما أشار إلها جون بيرجر اللي كان يصف الفن بالمرحلة الرومانسية من الفن إنه الرجل يظهر في الصورة إنه يعمل والمرأة تظهر بالصورة حتى يشوفوها الناس، وبالتالي بنشوف زوجته وبنته وهو يقفون قدام عدسة المصور مصور في يافا اللي هو الصوابيني اسمه وعيسى الصوابيني، وبنشوف انه روك تماما يعمل عم ربي ويضع القانون فبطولية تماما، وزوجته في لبس تقريبا يعني فيكتوري من المرحلة الفيكتورية في بريطانيا
آنذاك وهي تطلع عليها، هي ما لها ظروف من البال، هي لها ظروف وهي جميلة ولازم نشوفها ونستمتع بمظهرها. خليني أرجع لإيش اللي أنا قفزت عنه. ممارسة أخرى درست في أيضاً عند المصورين اللي فتحوا استوديوهات المحليين أو الأوروبيين اللي كانوا فاتحين استوديوهات في المنطقة. بفلسطين لم يكن عندنا مصورين أوروبيين فتحوا استوديوهات باستثناء أمريكا كولوني اللي هي مجموعة من قدس تأسست في أواخر القرن التاسع عشر وضم ينتج صور لستة وأربعين، لكن الأمريكان كولوني ما كانوا يقدموا خدمات الاستوديو للجمهور، كانوا يصوروا حتى يبيعوا بشكل عام، لكن كان هناك انتشار واسع بنلاقي في بيروت وفي دمشق، بنلاقي في اسطنبول وفي الإسكندرية وفي الإسماعيلية وبالقاهرة، أن أوائل المصورين كانوا أوروبيين فتحوا استوديوهات. هذول المصورين إضافة لحالة فلسطين المصورين المحليين سواء كانوا عرب أو أرمن، مثل المصور الشهير خليل رعد، مثل المصور الآخر يوسف توميان، وهناك العديد من المصورين كانوا يعلنوا أنه إحنا عندنا الألبسة الفلانية، فبتقدر تيجي على الاستوديو تظهري كفلاحة من رب الله. هلا ما حد يشكون رب الله ويسعد أن رب الله فلاحة، بس كانت رب الله قرية أو فلاحة من بيت لحم، سيدة من بيت لحم أو من الناصرة أو بدوية من دير السبع وما إلى ذلك، كان يكون في إعلانات هاي والناس تتوجه إلى الاستوديو حتى تلبس هاي الملابس اللي هي يعني هدول الأخوات الثلاثة وأنا حاليا اسمهم راح عن بالي، هن يعني إذا كنا منطقيين وكانوا بدو، لو افترضنا أنه كانوا بدو معنا مش راح يلبسوا عفوا زي رمضان. شو اللي عمل عمين؟ التكنولوجي كتير بمعطنة الإسرائيلية. أو إذا كانوا فلاحات من رمضان لابسين زي رمضان مش راح يكونوا حدا منهم بدوية. فواضح جدا إنه اختاروا بالاستوديو شو يتصوروا، وهذا الاختيار بحد ذاته مثير إلى حد ما، مثير بأكثر من جانب. الجانب الأول إنه هم بيقلدوا التقليد الأوروبي إنه النساء لهم أنماط معينة، يعني هاي المرأة امرأة من أريحة أو امرأة من القدس أو امرأة من بيت لحم وما إلى ذلك، هذا جانب. لكن الفرق إنه هذول أجوا هن ودفعوا مصاري بالاستوديو، نعرف مين هن والصورة لهم مش للبيع كنوع من النمط العام. هذا جانب. الجانب الثاني فكرة إنه يعني بما إلها كلمة بالعربي الاستحواذ الداخلي للفكره الاستشراقيه. اذا كانوا الاوروبيين لقوا هاي الشكلات مثيره اكزوتيك معناه وبيجوا بتصوروا بالاستوديو بهذا الشكل، معناه ليش احنا ما نعملها؟ هذه ما بتظهر انه هن فلاحات في الواقع، بتظهر انه هن نساء الى حد ما مجسورات من فئه ارستقراطيه قررت انها تاخذ هالمغامره وتمثل وتتصور وكأنها فلاحة وكأنها بدوية وما إلى ذلك. فهذا النمط كان شائع في تمثيل النساء. نرجع للصور اللاحقة. هاي الصور مش من المرحلة اللي أنا بحكي عنها، لكن هي صور معروضة هون بالمتحف، زودتني بها أحد قيمات المعرض أعتقد. هي صور من الستينات أو الخمسينات. بنلاقي هذا النمط اللي هو الاستحواذ على الفكرة الاستشراقية الداخلية المنتجة، وبنلاقي حتى المصورين اللي ما كانوا مشهورين جدا، لأنه بين الخمسينات والستينات كانت حرفة التصوير منتشرة بشكل كبير، والمصور بيلعب أدوار مختلفة بتوظيف أحداث مختلفة، لكن بنلاقي إنه هناك نوع من الفخر في الزي التقليدي. بعتقد انه هذا زي رام الله قد يكون بيرزيت مش متاكد يعني، لكن مش راح اخبص بالموضوع كوننا في هذا المتحف اللي بحضر فيه كل شيء. بنلاقي انه في نوع من الفخر والاعتزاز بهذا اللبس التقليدي، وبنلاقي ايضا واعتقد انا يعني انه هاي السيده واضح من معالمها انه هي ليست امراه فلاحه، انما اجت لبسه التوم الفلاحي، والمصور
واضح جدا انه اخذ البوز وفي عدة صور لهذا المصور من استوديو فينوس كان في رام الله في البيرة. بتلاقي عنده عدد كبير من الصور للنساء واقفين بنفس هذا البوز اللي هو ايضا بذكرنا بلوحات القرن التاسع عشر اللي دائما تظهر فيها المرأة للمشاهد حتى يطلع عليها مع نوع من البسمة اللي يعني ما يكونش حد من الرأي السيدة هون يعني اللي فيها نوع من الإغراء شيء إغراء يعني سكسي لكن في نوع من الغنج دلع. أشكرك على هذا. وبالتالي بنلاقي إنه هذا النمط استمر وما زال مستمر وإن كانت صور اليوم وأنا ما بدي الصور اليوم وما بعرف عنها كثير بس يعني إذا بتطلع على فيسبوك الطعجة هاي يعني هاي طعجة الرقبة تقريبا تقليد فلسطيني عند النساء ومش عارف أنا اليوم كيف بدنا نفهمها هاي ليش يعني بتلاقي البنات على البحر طعجين هيك مبسوطين ففي يعني تقاليد التصوير إن كانت جاءت من أوروبا وأصبحت محلية وأخذت صبغة محلية ممكن نقول إنه أصبحت شخصية إحنا كمان صرنا بنحب نظهر كما مش كما نحن إنما كما يجب أن نظهر في صورة عظيمة بمعنى آخر الواحد بروح على الاستوديو وهي الفكرة مش مني أنا عم بعيد فكرة لرولاند بارت اللي بقول فيها إنه بحكي عن حاله وأنا لما بدي أروح على الاستوديو بديش أظهر كما أنا بدي أظهر بأفضل وضع ممكن وبالتالي بدي أرفع ظهري مظبوط ما أكون محني بدي ألبس أحلى زي بدي المصور يطلعني بصورة عظيمة وبضيف بارت إنه لاحقا بتصير هاي الصورة مرجع بصير أنا أحاول أعيش حياتي أقلل صورتي. هاي يعني مجموعة ملاحظات بس بعرفش يعني كان المفروض إنه يكون في حديث ونقاش فبحب أفتح المجال للنقاش ممكن يتوسع بعيد. تفضلي. هذا الأسلوب الكلاسيكي تمام في وقفات التماثيل والآلهة وأيضا الرأس اللي شوي رفعت الإيد هاي واستعمال النيو كلاسيكال ستراكتشرز مثل الأعمدة والهذا ربما هو كان هيك يحب يظهر هذا المظهر ما بعرف بس هي السيدة هاي عندها مظهر الجمال المثالي جميلة جدا حلوة ورقيقة زي ما كانوا الإغريق والرومان يحاولوا يظهروا النساء كآلة جمال منيح ما قطعتها التعليق الثاني بدي أعمل مش عن الصور اللي فرجيتهم الصورة في المعرض لوالدي وعماتي لابسين اللباس التقليدي اللي هو لباس رام الله هلا هن مش قاعدين بالاستوديو اقعد يا صاحبي هن مش قاعدين بالاستوديو ولكن كانوا يعني من ناحية التقليد كانوا يجوا لرام الله بالصيف للتصيف للمصيف كمصيف من يافا هن نساء من يافا والقدس مرت عمي وعماتي كانوا يجوا ويقعدوا فترة من الزمن هلا هن أخذوا هذا التقليد اللي كانوا يتصوروا فيه الناس داخل الاستوديو لبسوا لباس رام الله زي كأنه يعني إنه نوع من تماثل تماثل مع أهل البلد اللي هن فيها كانت برضو قرية صغيرة بس لابسين اللباس بطريقة كتير حرفية يعني طريقة لباس الرأس موجودة بأحد الفترينات صغيرة كتير هي موجودة بالمدخل هناك بتقدروا تشوفوها هو هي نفس الروح اللي حكيت عنها إنه الناس كانوا يحبوا يقلدوا الأجانب كيف كانوا يحبوا يتصوروا كفلسطينيين كفلاحين بارتباط الفكرة التوراتية الرومانسية حول الأجنبي إيش اسمه اللي كان لازم يلبس إشي حلو ويوقف عشان هذا بيرجع شخصيته أو شخصيته اللي هو حابب إنه يكون فيها بس هذه كمان مش موجودة يعني إذا كان بطلع على الرسمات القديمة للملوك وكل
رسم البورتريت زمان كان يرسمها عشان هو بده يشوف حاله كمان الملك او الوزير هل هي فكره انه لو حدا تصوير البورتريت كان يقلد الى درجه كبيره الفن التشكيلي واللي هو كان بالاساس يعني بالنسبه لاوروبا صور باباوات وبالعاده البابا بيعمل شيء حامل كتاب الكتاب المقدس او صور ملوك او امراء وما الى ذلك لكن مع هذا بتلاقي انه في فرق بين المرأة والرجل يعني زي ما حكيت قبل دائما الرجل يعمل وحامل شيء بدل على مهنته اذا كان قاضي ولا كان رجل دين ولا كان ملك حامل صنجال او شيء زي هيك اما الأميرة او الملكة او هاي دائما فيها الجانب الفيروسي خلينا نسميه الى درجة كبيرة انه تظهر جمال الى درجة بعرفش إذا هذا له علاقة في السيتلرز منتاليتي بالله في له علاقة بالكولونياليزم بالله لأن في نفس الفترة الزمنية حتى لو رحت تقارن مثلا شفت معرض لمصورة بريطانية راحت على ألاسكا وصورت أو رحت على نورث كندا وصورت الإنويتس وتقريبا هذه الصور هذه البوزز هي نفسها يعني بتقدر تلاقي بالضبط زيها موجودة عند هذه المصورة بعرفش إذا عمرك فكرت في يعني comparative study يعني فكرت على كثير الموضوع لكن ما بعرف بشكل عام الله شقاده من كندا انا مطلع على الصور الفوتوغرافيه المؤكله الامريكيه في الولايات المتحده للهنود والبريد اللي كان المصور المشهور اللي هو مش حتى هو صور يعني هو بعض مصورين شباب وقفوا وبنلاحظ انه نفس النمط اللي استخدم هون واستخدم في مصر ايضا واستخدم في الهند واستخدم بالصين هو نمط سائد انه بتصور النساء الغير اوروبيات باوضاع انه هي ام او هي بتطعم او بتعمل شيء محدد وده لاحظت لكن انا مش جازم يعني ما كتبت في الموضوع بس الملاحظه انه غياب مثل هاي الصور عند السيدات البيض الاوروبيات او المستوطنات في امريكا الشماليه او كندا او حتى في امريكا الجنوبيه وهذا النمط سائد ايضا في امريكا الجنوبيه في التصوير السكان الاصليين فهناك واضح انه العين الاستشراقيه او العدسه الاستشراقيه انه كيف تنظر على الاخر بدك تشوفه باوضاع معينه يعني انا حتى بدي اقول مش استشراقيه بدي اقول يعني استعماليه طبعا بتختلف شوي بس انه بصور كان في تردد من المرأة التقليدية انه تتصور بشكل توقف قدام الكاميرا بطريقة لحالة لاحظ انه كلهم قاعدين حاملين بيبيات وولاد صغار واظني يعني جزء منها انه بشجعوهم انه ياخذوا الصورة انه يحملوا ابن هون ويتصوروا بالاضافة لفكرة الفكرة الاستشراقية للأمومة والمادونا تشايلد والى اخره. معك حق بس يعني انا لاحظت انه هذه بفلسطين موجودة اكثر مقارنة مع مصر. يعني مثلا في كتاب انا مش متذكر اي ثينك اسمه وومن اوف ايجيبت طلعته الاي يو بي الاي يو سي الجامعة الامريكية بالقاهرة قد يكون بالتسعينات مش متذكر اللي هو كتاب صور قديمة اغلبها لمصورين احمر وبعدين مصورين مقيمين مثل لاند بوك واذرز واخرين صوره الراقصه الشرقيه موجوده في اكثر كثير من صور الامومه وصوره الفلاحه اللي بتعمل موجوده في اكثر كثير مما هي موجوده في فلسطين وبالتالي يعني بتستنتج انه هناك يعني بمقارنة مع مصر إنه في اهتمام أكثر بهذا الموضوع. بس أنا بفكر وسيلة. ممكن طبعاً. أظن من النقاش ومن ملامح اللي تفضلت فيه حول اللبس المجوازي للبس الفلاحي
انه ضروري نعدل من الفكره القديمه القديمه الجديده انه في استبطان للفكر الاستشراقي عند العرب اللي بتبنوا هذه الرؤيه لنفسهم. فكرت في عده صور لفريدا كالو تلبس لبس الهنود. هلا هون يعني قريبه جدا على لما وحده مثقفه مدنيه تلبس لباس المحلي الفلاحي. واضح انه فريدا كالو مش عم تستبطن الفكر الاستشراقي، عم تتماثل مع الهنود. هلا في شيء زيه عندنا بس يمكن بده تعديل. واحد انه المدنيات بصيروا يلبسوا اللبس الفلاحي لما بيبعدوا كفايه عن الفلاحين حتى يصير في نوع من اكزوتيكا. شو صار يعني؟ هل هذا عوده الى الاصول ولا تبني للفكر الاستشراقي؟ مش عارف بدها تفكير، لكن انت عم تحكي عن حياه شخص، ما عم تحكي عن كيف ظهر بالصوره، انه لبس خصوصا الصوره يعني هي جميل وهي مدنيه. لما راحت على الاستوديو لبست فلاحي بغلط استوديو ولا صورها الفلاحيه لانه هي هيك كانت تلبس؟ يعني بالتغيير يعني هذا تقريبا خارج اطار نقاشي عن الصوره يعني. وجهاء البيرة كثير منهم لما ابتعدوا عن الحياة التقليدية لبسوا مدني، بس جزء منهم رجعوا عادوا للبس الفلاحي، نوع من بتصور جزء منه تماثل مع الفكر الفلسطيني، انه صاروا جزء من تراثهم الوطني، انه هذا تراثنا، مش بالضرورة يكون تبني استشراقي او استبطان استشراقي. 100%. وممكن كمان يكون ببعض الحالات له علاقه بانه اصبح الزي الفلاحي زي غالي الثمن، يعني زي ما بنشوف العرس كل النساء المدنيات بيلبسوا فلاحي. ما بيلبسوش اي فلاحي يعني، بيلبسوا تطريز غالي الثمن الى اخره، فقد تكون ايضا تعبير عن وضع طبقي معين. لكن بدها تفكير يعني هاي المسألة. أنا بفكر إنه فكرة الاستبطان الاستشراقي ممكن تكون مرتبطة بفكرة الobjectification of human beings. ومن هون أنا بفكر يمكن تكون هي المعيارية، يعني إنه لأي مدى بيكون في عملية تشيء للذات. إذا مش غلطانة الفن الاستشراقي كان مرتبط بالsexual objectification of women. ويمكن هون يمكن قصة إم جميل لها علاقة لما لبسته، لأي مدى له علاقة بعملية objectifying herself. يمكن يعني أنا هيك بفكر، ممكن تكون يعني بدل ما نعمم إنه دلالة الاستشراق نفسها وتأثيرها على الذات، بعرفش قديش هذا ممكن يكون يعني. بس أنا لو إحنا عملنا بنعرض المزبوط إجا في بالي، كان عندي فضول إنه عملياً نروح على 1850s وما بعد، كأنه في نمط، في باترن معين. أنا كان في عندي فضول مثلاً مصور أو مصورة معينة، وأشوف مثلاً صورة لإمرأة فلسطينية أو شرقية بعلاقتها مع صوره أو صورها الأخرى، لأشوف مثلاً هل في مثلاً نمط مغاير لما تيجي على مثلاً تصوير المرأة، أو إنه هذه نظرة approach يعني، أو نظرة يعني منطبقة على الكل رجل أو امرأة. وبعرفش قديش يعني هي يعني legacy كل أو الرصيد للمصور نفسه، وكيف هذه بتيجي جواها، وإذا في تغييرات ممكن بعرفش إذا يعني طبعا كله للنقاش اللي عم نفكر مع بعض. يعني أنا ما عندي لكن السياق اللي انت طرحتيه بخدنا خارج اطار اعمال المصورين يعني اعمال المصورين في الاستوديو او المصورين المشهورين، بخدنا باطار التصوير العائلي. وافضل نموذج عليه كان خاصه عند الفئات المشهوره اللي تبنت فكره الالبوم الفوتوغرافي، اللي هو طبعا فكره مبارزه 19 بأواخره، وارتبطت كثير بـ
الملكة فيكتوريا، وكان هناك تقليد وانتقل. الألبومات الفوتوغرافية العائلية اللي أنا شفتها واللي بالغالب كانت النساء اللي بتعدها بالعادة كانت عائلية وليست فردية، يعني ما كانت بالمراحل المبكرة ألبوم لصوري أنا بس، إنما قصة العائلة. الصفحة الأولى يمكن يكون الأب لابس الفورتريت وبعدين حوالين الأولاد والزوجة. بهاي الصور بنلاحظ إنه هناك اهتمام أكثر بسرد قصة العائلة بشكل غير واعي عبر التركيز على المناسبات السعيدة والكبيرة اللي فيها احتفال. وبالتالي حتى لو كانت صور مأخوذة من قبل فرد من العائلة أو كاميرا عندهم، دائما كان فيها طابع إنه لازم نوقف قدام الكاميرا حتى نبين هذا العمل. يعني ما بحكي عن الألبومات المبكرة، قليلة كانت الصور إذا كانت موجودة، شو الكلمة المناسبة اللي هي عفوية هيك، يعني إنه أخذوا هاللقطة على الماشي زي ما بناخذ إحنا ممكن اليوم لقطة وإحنا ماشيين بنطول التلفون وبنصور حالنا بدون نفكر بنصور ماشية. واضح إنه كان فيه اهتمام بانتقاء الصور. وبهذا السياق أنا يمكن خلصت صوري، خليني أعطيكم مثلا في صورة أخيرة وهي بتجيني من ألبوم هاي الصور. هاي الصور مثلا أنا ماخذها من ألبوم فوق لو نخطه عن مقربة إلي. السيدتين هن يعني متزوجين لأختين وهن من بيت لحم. الألبوم في العديد من الصور، يعني قليل الصور اللي بظهروا فيها السيدتين هذول كفلاحات. هذه صورة استوديو، واضح انه لبسوا راحوا على الاستوديو او الاستوديو لبسهم وحطهم في بوز معين، لكن غالبية صورهم يعني في صور بهيدي وهم بيشتغلوا بدكان ببيعوا، في صور في زياراتهم لبنان، سياحة بلبنان او سياحة في مناطق اخرى في الكاريبي لما كانوا عايشين هناك. ففيها قصة يعني حياتنا السعيدة، يعني شو بسموها اليوم على فيسبوك بضل يقولوا الأيام الجميلة ولا شيء زي هيك. لكن من ضمنها وهي الصورة اللي لفت انتباهي ليش اهتميت فيها، إنه هاي الصورة تظهر على صفحة لحالها بالألبوم، بينما الصور الأخرى وهاي الصورة مش بهذا الكبر، هي صورة صغيرة، لكن معطيتها السيدة اللي هون ألبومها معطيتها اهتمام خاص، إنه حطتها بصفحة خاصة بينما بقية المناظر والمشاهد اللي هي بتظهر فيها هي موضوعة مع بعض. يعني وإحنا في هوا في هيتي، وإحنا في بيت لحم، وإحنا في القدس، وإحنا في بيروت وإلى آخره. وبالتالي يعني بتطلع هاي الصور كأنه حدث خاص، إنه لبسنا هذا الزي الفلاحي. طبعاً أنا بعرف إنه السيدة مقدسية والسيدة الأخرى تلحمية، وكانوا عايشين في هيدي وبلبسوا أزياء حديثة غربية أكثر، وهاي الأزياء أساساً ليست تلحمية أو مقدسية هون. ففي يعني الحديث عن استبطان الاستشراق، مش بمعنى انه بدنا نكون مستشرقين، انما بمعنى انه بدنا نظهر طبقتنا الاجتماعيه، انه احنا قادرين على انه نظهر بهذه الصوره الاكزوتيكيه الى درجه كبيره. شو المقصود من الصوره مع علاقتها مع الزمن؟ يعني مثلا الصور فرجت ما فرجت، بس حكيت عن اول شيء عن الفلاح اما الراعي اما الاخري، بتحاول قلنا انه في زمن جمد والاوضاع وقت الصوره زي ما كانت قبل 2000 سنه، انه هذول الناس مش ناس بس هم جزء من الطبيعه، في شجره، في معزاي، وفي فلان، كلهم حقيقه ما لهم علاقه بالعالم الحديث اللي موجود الان، بينما هاي الصوره ممكن تظهر علاقه اخرى مع الزمن. وفينا ناخذ كل الصور نوع من ستيتمنت عن الزمن. طبعا انه علاقه الزمن هو واضحه جدا، انه الصور الاوروبيه لفلسطين او اللي صوروها محليين بطريقه اوروبيه هي الصور اللي بتفترض انه في هناك جنود، انه اجوا بالقرن التاسع عشر حتى يشوفوا القرن الاول الميلادي، ما اجوا يشوفوا فلسطين الحديثه.
وهذا طبعا مثبت الى درجه كبيره زي ما انت تعرف. والاستاذ بشار الرماني هون انا بشير لمقاله على اخبار يعني بحكي عنه. الكتب الرحاله بالقرن التاسع عشر كمان تعطينا صوره دقيقه لهذا الموضوع. يعني انا بذكر ذكرتها في احد مقالاتي بذكر ان الرحاله الغاضبين على انه صرت توصل للقدس بالقطار، انه كيف هاي اخذت من خصوصيه الارض المقدسه. يعني بدك تروح القدس لازم تروح على الحمار زي ما راح عليها المسيح، او ما بعرفش اذا ملك سليمان قديش ركب جمل ولا بعير ولا ناقه ولا يعني انه في هناك الاوثنتسيتي التحديث والحداثه بكل الحداثه مش بالضروره الثقافيه لما الحداثه الصناعيه والمواصلات هذه تعتبر يعني حسب ما وصفوها غير دينيه ساكرينيجس معرفش غير دينيه ولا يعني معاديه للدين. طبعا هذا العلاقه مع الزمن اذا هي الصوره بالضبط زي ما انت اشرت كانت بتحاول تلتقط زمن غير موجود. هذا جانب. الجانب الثاني الصور هاي هي دليل على الحداثه انه احنا حديثين نعيش في الزمن الراهن زينا زي الاوروبيين، وكمان بنروح على الاستوديو ونتصور زي ما بيصوروا الاوروبيين في ملابس امي وابوي اللي هي ملابسنا التقليديه لانه احنا تجاوزناها، هي اصبحت من الماضي، فهي علاقه اخرى مع الزمن الحديث. والفكره الثالثه اللي كنت بدي اقولها اذا ما طلعتش من راسي عفوا طلعت، كان في فكره ثالثه علاقه بالزمن يمكن ترجع بعد شوي. أول شيء أشكرك على هذا الإثراء العظيم لتاريخ قرنين بجوز من الزمن استعرضتهم في ساعة، بس أنا كنت ودي لو أنك ربطتهم مع المعاصر، يعني دخلت عميقا في التاريخ وبلشت تبحث هون وهون المشاهد فنية رائعة للأثواب الفلسطينية، ربطهم مع ما يحدث في غزل الأول مثلا، نربطهم مع الفنون الشعبية، نربطهم مع اللباس اللي خلينا نقول لليوم نسائنا وخلينا نقول حفلاتنا الخاصة نيجي بنقول إنه نعمل حفلة شاور يلبسوا أثواب فلسطينية، كل واحدة تلبس ثوب تأخذ غزاوي تأخذ كذا. فأنا كان ودي إني أكمل أو إذا بتقدر تكمل موضوع الربط بين الأصالة والمعاصرة وما عملوا المتحف من إثراءنا ذاكرته. شكرا. شكرا لك. هذا يعني طبعا مثير لكن مشروع كثير كثير كبير. لما بنحكي على القرن التاسع عشر بنحكي لنا عن اكثر من 100 صورة. بنحكي بعد القرن العشرين بنحكي لنا يمكن عن بضعة آلاف. بس بنحكي على اليوم وخاصة في عصر ال ديجيتال يعني الموضوع كثير كثير كبير، لكن هذا الموضوع يعني مهم جدا انه يندرس والانثروبولوجيين كذا قد افكر فيه بالمستقبل، لكن مع يعني هو مش الموضوع اللي انا درسه، طبعا انا تحولات على الزينه يعني احنا دخل علينا ازياء اخرى مثلا في القلعة اعطيك مثال غزه مثلا حتى الزي القلعة تخيل يعني الزي الفلسطيني تقريبا مخفي باستثناء عن سيدات باب العمر اليوم زينا ما بعرفش هو داخل في ايران داخل في السعودي داخل في انه في عندنا ازياء اسلاميه ترتبط بالاساس وحتى تفسر انه هيك كانوا يلبسوا ايام الاصول، فهذه عوده الى الاصول والسلف الصالح ومتمثل في وهذا طبعا موضوع كثير مهم، لكن يعني مش موضوعي ومش موضوع تصوير الاستوديو اللي هو اخوان ثلاث اسابيع. بنتي في امريكا بتسالني لما برجيها الصور التقليديه يعني ليش فيش فلسطينيين جداد؟ كل اللي بتفكروا انه فلسطين كله قديم ما فيش ماضي مقارنه من الفوتوغرافي اللي موجود. باعتقادك رجوع العصري لهذا الامج عن المراه الفلسطينيه ضر ولا بيساعد وجودنا في الارض؟ انه كيف نفسر حياتنا كفلسطينيين انه وي ار مارن بيبول من ال 1800 ل 1700 بس
باعتقادك الرجوع للأصول that will how are we going to explain it to the new generation؟ طبعا الرجوع للأصول كنت عم بحكي عن صور اللوحات الفنية والبوسترات اللي مرتبطة تحديدا بالثورة الفلسطينية المعاصرة، يعني بقصد حركة المقاومة من 65 أو من قبل شوي وبعدين نشاط منظمة التحرير. هذه أنا بعتبرها إشكالية وما بحكي عن الصور، بعتبر الإشكالية الرئيسية هي مش إشكالية سياسية، لكن هناك إشكالية بالفكر الثوري إنه وضع على جنب التنوع المجتمعي الفلسطيني، لأنه فكر برز من جو المخيم الفلسطيني اللي هو في أماكن الشتاء، والمخيم الفلسطيني اللي قاعدوا بالمخيمات هم أبناء القرى، وبالتالي صورة اللاجئ الفلاح أو اللاجئة الفلاحة المقاتلة أصبحت هي الصورة الطاغية بالصور، وأصبح حتى تراثنا الفلسطيني اللي طبعاً لازم نحتفل فيه بتنوعه، أصبح تراثنا الفلسطيني الرئيسي الثوري. يعني إذا غنيت أغنية لملحن فلسطيني ومغني فلسطيني، خلينا نقول مثلاً حاول أتذكر من إذاعة القدس، هنا القدس في أيام الانتداب راح اسمه عن بالي هذا، إذا غنيت أغنية بتحول مع أنا أدام عشقين مقصود الأدام الأخرى مثل اللي لحن يا طير طير يا حمامة وبناها بعدين مش عارف خلوان بعض، هدول الأدامي ما كانتش تعتبر ثورية. اللي كان يعتبر ثورية أنك تغني العذابة والميجرة بمجرد أنك تنبك معناها أنه أنت ثوري، هيك صار في الفكر الفلسطيني بهذه المرحلة. إنما إذا بترقص معناها أنت خالق أو ما بعرفش إيش المستوى الأنسب. وبالتالي هاي المرحلة أعتقد تجاوزناها. اليوم في عنا محاولة تقريبا معاكسة، يعني أكم من امرأة اعتقلت بالفترة الماضية، لكن البنت اللي هي بقول شنو عهد التميمي اللي شعرها أشقر إلى آخره تم الاحتفاء فيها بالغرب وبالفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي انه يعني قضية كبيرة، وحتى الإسرائيليين بلشوا يقولوا انه لا هاي مش فلسطينية. وكذلك الأمر بالانتفاضة الأولى، كل الغربيين كانوا يعرفوا حنان عشراوي، لكن نسيوا انه جنب حنان عشراوي كانت راح يضل عبد الشافي مثلا، ما كان شيء مهم. قد يكون ما بعرف ما بقيم يعني الناس هلا، بس قد يكون حيضر عبد الشافي له دور أكبر، ما بعرف بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للغرب هاي المرأة الحديثة هي كثير أهم وبتمسهم بطريقة مختلفة. طبعاً بلعب فيها دور مش بس فلسطين وغير فلسطين، بالعداء للإسلام والصورة النمطية للإسلام وكل هاي الأمور. على المستوى إيش منيح إلنا ومش منيح إلنا، فضل وما ضلنا ما بعرف بصراحة، ما في حد بيقدر يعرف، لأنه مش مطلقة فعلياً. يعني قد تكون أثرت في جارك بشكل إيجابي وجارك اللي وراء أكثر فيها بشكل سلبي، لكن يعني الموضوع أكثر هو كيف إحنا بنشوف حالنا وبالتالي بننفذ حالنا بالصورة.